أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ثبوته بما نشر للعارفين من بينات ملكوته، وبما علن فيها من مظاهر جبروته، وبما أثبت في العقول من ركائز عرفانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. أعظم له الحباء واختصه بالاصطفاء صلى الله عليه وآله الأئمة الأمناء. اللهم صلِّ وسلِّم على ذي الخلق العظيم والمخصوص بالمنزلة الجليلة والمغموس في بحر الفضيلة، حبيب الله الذي اصطفاه، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله. اللهم صلِّ وسلِّم على حجة الخصام وباب المقام، رضي الولاية الكبرى وأخي الرسول في الأولى والأخرى، سيدنا مولانا أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صلِّ وسلِّم على بضعة الرسول وسليلته وشريكة الوصي وحليلته والمطهرة من كل دنس وريب، الصديقة الطاهرة الكبرى سيدتنا ومولاتنا أم الحسن والحسين فاطمة الزهراء عليه السلام. اللهم صل وسلم على غوثي الأمة من الخطوب المدلهمة وبابي الرحمة لتفريج كل غمة، النورين الساطعين فلا تنكرهما أي عين، سيدنا ومولانا أبي محمد الحسن المجتبى عليه السلام، وسيدنا ومولانا سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. اللهم صلِّ وسلِّم على الحجج العظمى للسالكين، الآيات البينات التي يهتدي بها أولو البصائر، والمواعظ الحسنى التي تجلى بها الضمائر، سجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى ورضا علي والجواد محمد والهادي علي والعسكري الحسن، صلاة تدرك بها الحوائج وتنجح بها المطالب وتفرج بها الكروب والمصائب. اللهم صل وسلم على حافظ أسرارك وعيبة أنوارك، العلم المخزون والنصر المضمون، بقية الله في الصفوة المطهرة وذخيرة الله للقلوب المنكسرة، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد بن الحسن المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره وأوليائه وجنوده وشيعته ومن المستشهدين بين يديه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وبلغهم من رحمتك ما يأمنون واكفهم ما يحضرون، إنك على كل شيء قدير. أيها الأخوة والأخوات، نتعرض في الخطبة الثانية إلى دروس تربوية نحتاج إليها في تصحيح مسارات الحياة، ومن جملة هذه الدروس التربوية التي يحتاجها الفرد والمجتمع هي مبدأ وثقافة النقد البناء، النقد الموضوعي والتقييم الموضوعي للآخرين في مقابل النقد السلبي والنقد الهدام. أيها الأخوة والأخوات، أود أن نبين تعبيرنا الآن كثيراً يسمى النقد الإيجابي، أكو نقد سلبي عبر عنه أحياناً نقد الإيجابي بالنصيحة الصادقة، تعبير آخر التقييم الموضوعي لمسيرة الحياة للإنسان فرداً ومجتمعاً. إخواني، هذا المبدأ، هذه الثقافة نحتاج إليها احتياجاً مهماً وضرورياً. ولاحظوا كيف غيب عنا هذا المبدأ وكيف نتعامل مع هذا المبدأ القرآني التي أكدت عليه الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة. فلنبين مدى أهمية هذا المبدأ والثقافة في حياتنا. إخواني، أي مبدأ
أي قيمة أي فكر، إذا استشعرنا أهمية وخطورة هذا المبدأ والثقافة في حياتنا والعطاء والمعطيات الإيجابية الكبيرة في حياتنا ودورها في الحياة، نتوجه إليه ونهتم به ونحاول أن نعمل به. أما إذا لم نستشعر أهمية مثل هذه المبادئ والدروس والثقافة في حياتنا، حينئذ لا نعيرها أهمية وعناية ونتعامل معها بسلبية، بحيث نخسر معطيات وفوائد وثمار مثل هذه المبادئ والثقافات. من المبادئ المهمة حاجتنا الضرورية إلى مبدأ وثقافة النقد الذاتي والنقد البناء والإيجابي والتقييم. عندنا أخوان نلتفت، تقييم وتقويم، نعم فرق بينهما، نحتاج إلى هذا التقييم الموضوعي. ابتداء أذكر مقدمة، ما هي ضرورة الحاجة هنا إلى هذا المبدأ؟ إخواني، البشر بصورة عامة عدا المعصوم، كل إنسان معرض إلى الخطأ ومعرض إلى الزلل وإلى العثرات وإلى الذنوب والآثام، معرض إلى الإخفاق والفشل في حياته، معرض إلى الخطأ تارة في مجال عباداته وعلاقاته مع الله تعالى، تارة في مسيرته الأخلاقية والسلوكية، تارة في ثقافاته، تارة في فكره، تارة في مبادئه، في عاداته، في تقاليده. جميع مجالات الحياة الإنسان معرض فيها إلى الخطأ، يحتاج أن هذا الخطأ، تارة المشكلة خطأ صغير، تارة الخطأ كبير، تارة الخطأ يتعلق بالأخلاق، بالثقافة، بالسلوك، بالعلم، تارة الخطأ يتعرض له شخص بسيط، تارة الخطأ يتعرض له شخص مهم في المجتمع، تارة الخطأ يتعرض له الفرد، تارة الخطأ يتعرض له كيان مجتمعي ثقافي علمي تربوي سياسي وغير ذلك من هذه الكيانات التي يكون تأثير الخطأ فيها عظيما على الفرد والمجتمع وفي جميع مجالات الحياة. لاحظوا إخواني، أكو تنبيه من الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة إلى هذه الحقيقة البشرية. طبيعة الإنسان، النقص، الجهل، غلبة الهوى، غلبة الشهوات، استحواذ الشيطان، النزعات الشريرة، كثير من العوامل في الطبيعة البشرية تجعل الإنسان دائما في عرضة إلى الخطأ والزلل والعثرات، والتي قد تكون أحيانا مهلكة للفرد والمجتمع إذا تراكمت ولم يجر تشخيصها ومعالجتها. الحديث ماذا يقول؟ كل بني آدم خطاؤون. يدنبهنا، يقول أنت أيها الإنسان مهما كنت عدا المعصوم، أنت الآن في معرض الخطأ والزلل. وخير هنا يأتي، ما هو الطريق لتصحيح هذا الخطأ طالما أنا دائما أتعرض إلى الخطأ؟ وخير الخطائين التوابون. نحن مو حديثنا عن التوبة، ولكن نريد أن نبين أن الفرد والكيان المجتمعي والمجتمع يتعرض كثيرا إلى الخطأ، يحتاج أن ينبه بصورة دائمية، أن يجري تعريف هذا الإنسان أو الكيان المجتمعي والمجتمع بأخطائه وزلاته وعثراته وإخفاقاته وفشله، حتى يستطيع أن يشخص له الخطأ، ثم بعد ذلك يجري التقويم حتى يلتفت ويتنبه ولا يكون في غفلة من أجل أن يصحح هذا الخطأ والزلل والعثرات، لأنها إذا بقيت وتراكمت قد تؤدي إلى هلاك الفرد والمجتمع. لذلك نحتاج إلى التنبه الدائم، وتارة كما قلنا خطأ اجتماعي، خطأ أخلاقي، خطأ ثقافي فكري، وأحيانا الخطأ على مستوى الفرد العادي،
وأحيانا على مستوى الفرد المهم في المجتمع، وتارة على مستوى مجتمع وكيان مجتمعي، فالمخاطر تتفاوت. القاسم المشترك بينها أننا نحتاج دائما إلى أن ننبه على الأخطاء ونشخصها، ونحاول أن نتدارك هذه الأخطاء والإخفاقات والفشل في حياتنا، لأن تركها تتراكم سيؤدي إلى هلاك الفرد والمجتمع. من هنا جاءت الآيات القرآنية الكريمة لتنبه على هذه المسألة، وأنها مسألة ضرورية جدا ومهمة في حياة الفرد، سواء كان في المجال العبادي أو الأخلاقي أو السلوكي أو في المجال الثقافي وغير ذلك من الأمور. بتعبير آخر، أن الإنسان والمجتمع دائما بحاجة إلى المراجعة، مراجعة مسيرة الحياة في كل جوانبها، يفتش يفحص عن الخطأ والزلل والعثرات ويشخصها بدقة، ويحاول أن يضع الحلول لتدارك هذه الأخطاء ومعالجة هذه الأخطاء لئلا تتراكم وتسبب مشاكل كبيرة على الفرد والمجتمع. نجي الآن إخواني وننظر إلى الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة التي بيّنت أهمية هذا المبدأ وتطبيقه في حياتنا. تفتوا إلى هذه الآية وما في داخلها من مضامين، يخاطب المؤمنين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. شنو الآية؟ فيها عدة معاني. يقول دائما المؤمن حيث أنه معرض للزلل والخطأ والعثرات والإخفاقات والفشل، دائما في تنبه، ما يكون لا أبالي، لا يكترث، لا يهتم بأفعاله وسلوكه ومسيرته في جميع مجالات حياته. أكل بعض هكذا لا يبالي، لا يكترث مهما يصدر منه من أخطاء وعثرات وزلات. يقول لا، المؤمن في حال تنبه دائمي. كيف يتنبه؟ يلتفت، قد يكون في غفلة، قد يكون في جهل، قد أحيانا ينظر إلى هذا الزلل والخطأ بنظر بسيطة أنه أمر صغير، يتهاون ويتساهل بشأنه. الآية القرآنية تقول والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، تكب زلات وعثرات، كل هذه الأمور تدخل فيه، ذكروا الله، هم في تنبه إلى رقابة الله تعالى والمحاسبة دقيقة. فدائما المؤمن في حال تنبه ويقضى ووعي يحاول أن يصحح مسيرته في الحياة. ثم في حديث آخر أيضا هذه الأحاديث نبهنا أنه أيها المؤمن كن دائما نبه، يقظ، لا تغفل عن مسيرة الحياة. ليس منا، لاحظ الإمام عليه السلام، ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم. وشن معنى المحاسبة؟ إنسان ينقد ذاته، يراجع ذاته، يراجع مسيرته في الحياة. ليس منا من لم يحاسب نفسه في كل يوم، يشوف مسيرته شنو بأشياء صحيحة حسنة يحمد الله تعالى ويطلب منه الزيادة في التوفيق، شنو سيئات في أي مجال كان، في علمه، في ثقافته، في فكره، في أخلاقه، في عبادته، في عمله، في علاقاته، في عاداته، في تقاليده، كل تلك الأمور السيئة يراجعها. فإن عمل حسنا حمد الله واستزاده، وإن عمل سوءا استغفر الله. بعد، من الحقوق التي لأنفسكم عليكم، كل إنسان نفسه لها عليه حق. لاحظوا الإمام أمير المؤمنين ماذا يقول: حق على المسلم أن تكون له ساعة لا يشغله عنها شاغل، فيحاسب نفسه مما اكتسب في ليله ونهاره. شو المعنى هذه العبارة؟ من حق النفس عليك تخصص ساعة ما يشغلك عنها شيء أبدا، تحاسب نفسك من أي شيء؟ مما اكتسب في ليله ونهاره. شنو العبارة؟ يقول في كل ساعة من ساعات نهارك وليلك
هناك مسيرة لك، هناك عمل، هناك فعل، هناك سلوك، هناك تصرف، هناك أقوال، هناك كلام، هناك معاشرة، هناك اعتقادات، هناك مواقف، هذه تراجعها واحدة واحدة. نحن ما نقول واحدة واحدة، المراجعة الإجمالية التي من خلالها يتدارك الإنسان أخطاءه وزلاته وعثراته والإفاقات والفشل الذي يواجهه والظلم الذي يحصل منه لنفسه أو للآخرين. حينما يراجع يقيم، إذا قيم عليه أن يقوم، أن يصحح المسار. ثم أيضا في بعض الأحاديث الأخرى التي تبين كيف ينبغي لنا هذا النقد الذاتي، إخواني نقد عدل وتقييمين، نقد ذاتي أنا مع نفسي وتارة النقد الآخرين. إخواني لاحظوا كيف نتعامل نحن مع انتقادات الآخرين. طبعا أنا أتحدث إخواني هنا نقطة مهمة، أن هذا المبدأ لابد أن تكون له أحكام وأخلاقيات وآداب حتى يؤتي ثماره وننتفع منه جميعا. هذا نسميه بناء، مفيد نافع. وأما في الغالب إن خرج عن مساره الصحيح وأخلاقياته الصحيحة تحول إلى معول هدم، يهدم في شخصية الإنسان، يهدم في المجتمع، يحطم العلاقات، يحول علاقات المحبة والمودة والاحترام بين أفراد المجتمع إلى أواصر الحقد والبغض والحسد، ويحطم كرامة الإنسان، ويذل الإنسان، ويوهن من منزلة الاجتماعية. إن خرج النقد لدى الإنسان ولدى المجتمع عن مساره الصحيح وأحكامه وأخلاقياته، وسنبين هذه الأمور. إخواني من الضروري أن الواحد منا يتقبل ويستسيغ النقد والنصيحة من الآخرين. مشكلتنا أيها الأخوة أن غالبنا لا يتقبل النصيحة والنقد الإيجابي البناء من الآخرين، وهذه مشكلة اجتماعية وأخلاقية وحتى فكرية. الآن حتى نقوم مسيرنا لابد أن نستمع إلى الآخرين وفق الأحكام والأخلاقيات التي بينها الإسلام في نقد الآخرين في سلوكهم وتصرفاتهم وغير ذلك من هذه الأمور. تفتوا إخواني إلى هذا الحديث وأهميته، لا يزال المؤمن بخير، لا يزال المؤمن أو الإنسان بخير ما كان له ثلاث صفات، ثلاث مقومات، هو دائما بخير. توفيق من الله واحد، واعظ من نفسه، مرات أنا نفسي توعظني، يعني شنو نفسي؟ هذه قوة الخير، صوت الخير، صوت الهداية، صوت الحق، صوت الفضيلة في داخلي يرشدني يوعظني، تارة أخي المؤمن يوعظني، هذا واحد. وواعظ من نفسه، هذا الواعظ من النفس أهم لأنه دائما يراقب. وقبول، نعم وضع الشاهد، وقبول ممن ينصحه. شنو احنا الآن بينا واحد ما يقبل النصيحة؟ نعم. ليش؟ لماذا إخواني؟ كثير الكثير منا يشعر أن النصيحة والنقد إنما هو انتقاص من منزلته ومكانته. طبعا لابد أن تكون النصيحة والنقد بأساليبها الصحيحة. يشعر أنها هدر لكرامته، أنه انتقاص من منزلته الاجتماعية والثقافية والعلمية لأسباب. طبعا تارة إنسان إلى منزلة علمية وثقافية ووجاهة اجتماعية يأنف، يتعالى عن قبول النصيحة والنقد الصحيح من الآخرين. يقول أنا شنو؟ أنا أعلى من هذا، أعلى من هؤلاء، هذا ما هو مستواه حتى ينصحني؟ أنا لي منزلة من العلم والثقافة والوجاهة والمكانة والدور، غير ذلك ما يجعلني أفضل من هذا الإنسان الذي ينصحني. أحياناً الاعتداء بالنفس هذه مشكلة. الإنسان بطبعه يحب المدح، يحب الثناء، يشعر بحالة الرضا عن النفس والاعتداد بصفاتها، والنقد مشعر بالنقص الذي يفر منه الإنسان. ولكن الإنسان الذي له شفافية
له محبة للوصول إلى الكمال والارتقاء ومعالجة الأخطاء والسلبيات والإخفاقات، لا ليس كذلك، إنما يستمع لنصائح الآخرين ومواعظهم مهما كانت منزلته، بشرط أن يكون النقد والنصيحة في موضعها وصحيحة ودقيقة. يقبل من الآخرين. أن يأتيني إنسان شاب ربما علمه أشهر من علمي، مسيرته وتقواه أشهر مما أنا فيه، لكن نصيحته في محلها. علي أن أتواضع، أتنازل، لا أتعامل بفوقية وسلبية مع هذه النصيحة التي تأتي من شخص أعتقد بأنه أدون مني. علي أن أقبل هذه النصيحة وأقبل هذه المقالة. وكذا أسباب أخرى قد تؤدي إلى أن الإنسان يرفض النصيحة. لا يزال الإنسان بخير ما كان له توفيق من الله وواعظ من نفسه وقبول ممن ينصحه. ثم بعد ذلك إخواني لاحظوا هذه المسألة المهمة. في الواقع أنا إذا يجيني إنسان يبين لي عيب، بس كن دقيق ويشخص بدقة ويكون تشخيصه صحيحا ونيته سليمة، الإمام يعتبر بيان العيب والزلة والعثرة والخطأ هدية يقدمها الإنسان لأخيه. رحم الله من أهدى إلي عيوبي. لا أعتبر هذا الإنسان عدو لي يريد أن ينتقص مني ويهينني ويحط من كرامتي وشأني. بعد في حديث آخر التفت أيها الأخوة، ليكن آثر الناس عليك من أهدى إليك عيبك وأعانك على نفسك. أفضل واحد أقدمه وأثره على الآخرين الذي يأتي ويقول لي هذا خطأ، أنت الآن تعمل خطأ مع الدقة والأسلوب الصحيح ويبين لي عيبي وزلتي وعثرتي، هذا أؤثره أفضله على غيره ممن يتملق ويتزلف لي ويريد أن يظهر الرضا والقبول. ليكن آثر الناس عليك من أهدى إليك عيبك وأعانك على نفسك. ثم نأتي حتى نختم هذا المبدأ وهذه الثقافة المهمة، ما هي عناصر ومقومات النقد الإيجابي؟ تفتوا إخواني، كلتنا خلنا نراجع أساليبنا. مهم إخواني، المشكلة هنا أن الكثير منا لا يحسن أداء المقومات والأركان الأساسية للنقد والنصيحة البناءة. أعطي بعض هذه المقومات المهمة اللي هي مفقودة في كثير من الأحيان. اتباع الأسلوب الحكيم والأسلوب الذي ينفذ منه الإنسان إلى القلب. أعلمكم إخواني طريق. أنت إذا رأيت في أخيك زل عثر خطأ، نتعلم من الإمام. الإمام المعصوم مع أحد أصحابه مرة تقي يتميز بهذه الصفات والمواصفات، ارتكب خطأ. شوفوا الأسلوب. لا، الإمام ابتداء ربما إذا يذكر السلبية ما يتقبلها، إشعار بالنقص، الآن مذمة، ابتداء أن يدخل إلى قلبه ماذا يفعل؟ يذكر له إيجابياته وحسناته في البداية. لابد هذا الإنسان الذي لديه زلات وعثرات، لديه حسنات، لديه إيجابيات، لديه دور، لابد أن أبين حسناته وإيجابياته. دخلت قلبه وتقبلني. بعد أن دخلت قلبه أذكر له السلبية. ماذا قال له الإمام؟ قال كل شيء فيك حسن جميل، مدح، ما خلا شيئا واحدا. نبه. بعد أن دخل قلبه وجد قلبه يتقبل النصيحة والنقد، ذكر له هذه الزلة والعثرة. صاحب الإمام تقبل هذه الملحوظة والتنبيه وعمل بما أشار إليه الإمام عليه السلام. ثم المسألة الثانية المهمة، اختيار المكان المناسب والوقت المناسب. التفتوا إخواني، أحياناً قد تنتقد شخص وتنصحه، صعد عيب، زل عثر خطأ أمام أناس آخرين، قد يكون ذلك مثاراً للسخرية والاستهزاء منه والحط من شأنه وكرامته، هذا لا يقبل. وتارة حديث نتحدث معه مباشرة وتارة ننشر.
والآخرين يقرؤون ويشاهدون فلان كذا وكذا. تتحدث أمام الآخرين عن خطيئته، عن ذنبه، عن زلته، عن عثرته، عن عيبه، تثير ثائرته هذا الإنسان، لا يتقبل، ربما يرد عليه، شعر بالإهانة وشعر بالتوهين له، والحط من شأنه وإراقة ماء وجهه، وقد يسبب السخرة والاستهزاء والغيبة بالنسبة إلى هذا الإنسان، لا يتقبل. لابد أن نختار الوقت المناسب والمكان المناسب. أيضا من الأمور الأخرى الأسلوب، إخوان شوفوا الأئمة عليهم السلام كيف يختارون الأسلوب اللين الرقيق المهذب في الكلام الذي يدخل قلب هذا الإنسان، لا يختارون الأسلوب الجارح الذي يؤذي أخيك الإنسان ويجرح مشاعره ويؤدي إلى إيذائه نفسيا ربما لسنين طويلة. الأمر الرابع، القوم الرابع، أن نتعلم أخلاقيات النقد والنصيحة. إخواني بس هذه النقطة الأخيرة نلتفت إليها، أحيانا إنسان كبير تريد أن تنصحه، أحيانا إنسان له مقام علمي، له مقام ثقافي، له وجاهة اجتماعية، أحيانا تريد أن تنصح امرأة، أحيانا تريد أن تنصح صغير، وهكذا يختلف الناس الذين ينصحون وينقدون بحسب مراتبهم، كل واحد تختار له أسلوب. لاحظوا إخواني، خلنا نتعلم شوية من سيرة الأئمة عليهم السلام، نلتفت شوية في هذا المثال. تقرؤون وتسمعون إمام الحسن والحسين كانا صغيرين، رأيا شيخا عجوزا كبيرا يتوضأ بطريقة غير صحيحة. شوفوا إخوان، صغير حينما ينصح كبير، الكبير قد ما يتقبل، يقول أنت شنو الآن في هذا العمر تأتي وتنصحني، أنا رجل كبير لي كذا من السنين والعمر والخبرة والتجربة في الحياة وأعرف الشيء الكثير، أنت صغير في العمر تنصحني، لا يتقبل. لاحظوا الأسلوب الذي يكون في أكثر الأحيان الأسلوب الحسن والجيد والحكيم والأخلاقي هو الذي يؤدي إلى التأثير في قبال الأسلوب السيء غير المقبول. ماذا فعل الإمام الحسن والحسين؟ قال إذا نحن صغيران إذا أردنا أن ننصحه ربما لا يتقبل. ابتكر طريقة أخلاقية حكيمة حقيقة في هذا المجال، سألاه الإمام الحسن والحسين أن يحكم بينهما أيهما أفضل وضوءا، مو أصح، وأنا التفت لأن الإمام حتى في الصغر وضوء صحيح، ما يودنا الإمام. طلب منه وسأله هذا رجل كبير أن يحكم بينهما أيهما أفضل وضوءا، أفضل من صاحبه. كلاهما توضأ بصورة صحيحة. شوف الطريقة إخواني، مرة واحد يجي تعال يا أبو فلان، يا حج فلان، يا كذا، شنو الوضوء الغلط؟ أنت عمرك كذا 50 سنة 60 سنة ولحد الآن ما تعلمت أحكام الوضوء الصحيح، عيب عليك، أنت رجل كبير وصاحب علم، ربما أستاذ معلم مدرس لك هذه الشيبة الخار كذا، أنت لحد الآن لا تحسن الوضوء، لحد الآن لا تحسن الصلاة، لحد الآن ترتكب الخطأ الفلاني ويصدر منك العثر والزلة الفلانية، أيتقبل. ماذا فعل الإمام؟ هما صغيران، هذا رجل كبير طبعا، الكبر والشيبة الإنسان لا يتقبل ربما النص، جاء بهذه الطريقة الحق، سألاه أن يحكم بينهما، ربما احنا نخطأ في الوضوء، أيهما أفضل وضوعا. طبعا الإمامان توضأ الوضوء الصحيح كلاهما، العجوز هذا رأى هذا الوضوء الصحيح تعلم. شوفوا جواب هذا الرجل العجوز وكيف أن الأسلوب أثر التأثير الإيجابي المطلوب، هذا الذي نقصده. قال لهما بأبي أنتما وأمي كلاكما توضأ بصورة صحيحة، أما أنا فلم أحسن الوضوء وها أنا ذا قد تعلمت منكما. هذه النتيجة المطلوبة، أنه تقبل، هذا الرجل الكبير تقبل من الإمامين بهذا الأسلوب الحكيم والأخلاقي، هو النتيجة المطلوبة.
نسأل الله تعالى أن يوفقنا لمراضيه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.